يتيمة حاربت ظروفها الصعبة التي أرغمتها على العمل، ناضلت من أجل نفسها وأولادها، وانتقلت من غسل الصحون في المطاعم إلى أفضل من يبيع البراك العنابي في الجزائر. شيف نسيبة في عمري 44 سنة، ندير تريتور، ندير الماكلة. الحلة تاعي في الطبخ ماشي أنا اللي خيرتها، هي خيرتني. بس كنت صح ما نعرفش نطيب. ما يتيمت الأم اسم خلاتني صغيرة ما نعرفهاش مين با دي بشارك، ما لقيت حتى واحد يقف معايا. هذه أكبر صعوبة، كيما تلقايش إنسان من أقرب ليك يقف معاك، شغل تحسي روحك وحدك. بعد خدمت في المطاعم، خدمت نغسل الماعن، ننظف في المحل، هذا ماشي محل تاعي، زماني خدامة عند إنسانة. حتى نوليت معروفة شاف نسيبة بالبريك العنابي. زبائن من مختلف المناطق أدمنوا البراك العنابي التي تعده. زيادة الطلب جعلت نسيبة تأخذ الطلبات من مواقع التواصل الاجتماعي وترسلها مع خدمة التوصيل. سر الطبخ تاعي هو حب المهنة تاعي. بصح كي تكوني تحبي الطبخ هذا واليدين هادوما راح تكون لك بنينة. والحمد لله حد الآن ما عنديش مشكلة، يجوني باختو مبليدة متيبازة معنابة. هذه الشابة الجزائرية تحلم بامتلاك مطعمها الخاص وتطمح لنقل شغفها وحبها للطبخ للأجيال المقبلة. مدى بي يكون عندي محلي الخاص ندير فيه نبدع فيه وش نحب. مدى بيا عباكي ساعات نحلم نقول على ما نروحش الطوب شاف، ما نستاهلش نروح الطوب شاف. حب المهنة تاعي نعلمها الأجيال، حبيت نعلم بنات كالي ما يعرفوش الطبخ، مدى بيا نعلمهم. وأنا هاد الهدرة اللي نقولها أني نعطي فيها تاني كل المرأة الجزائرية تاعنا، لازم ما تفشلش، لازم تكون دايما قوية، لازم حتى حاجة تخليها طايحة. هي مثال للمرأة المثابرة التي تحدت نظرات المجتمع والصعوبات لتثبت نفسها وتقف على قدميها دون انتظار المساعدة.